ضيفنا اليوم كمال زعيم وصلنا الخروج ومن الترجي وايضا طريقه الخروج ما كانتش ما عجبتش برشا من حبايب الترجي يلوموه شويه حتى اليوم باعتباره ابن النادي ولو انه هو كمال ما يحسها بمعزه بطبيعه اخي باش نقديمه ابن النادي لكن كما قلت لك راه فما صدقني من 2008 قداش طبعا 13 سنه نفس الموضوع نفس الحكايه علاش خرجت علاش خرجت علاش خرجت طريقه الخروج كمان استناني لا 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 قبل طريقه الخروج ممكن وقتها يعني ما كانتش تحبوا نحكيوا على يعني الفولي شنو هو الماتريال الفولي شنو اللي تحبوا تحكيوا عليه نفسر لكم نحكي لكم نحكي اللي نحب باهي اوكي انا في وقت البريود هذيك ما كانتش فما يعني حتى الامور الماديه ما كانتش يعني في الاسبيرونس ما كناش نخلصوا في برشا فلوس ولا ناخذوا في برشا فلوس عكس يعني تو الكره تبدلت وتغيرت وبرشا اشياء تغيرت لكن وقتها انا واحد من ابناء النادي وندافع على النادي ونلعب على الفريق ما عندي حتى مزيه وبالعكس ما عندي حتى مشكل انا نقعد باهت في عباد جي وتضرب في تضرب في المئات الملايين ها وتخرج مره الاولى جودي بيان تخرج مره الاولى ومن بعد يعاودوا يجيو عاودوا يرجعوا وبعديك يعاودوا يخرجوا مره ثانيه والنادي صارف عليه قرابه 100 ملايين تحكي على اسامه دراج نحكي على حتى حد نحكي لا 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 نحكي ما نحكي على حتى حد ما نسمي حد ما نحب نسمي حتى يعني حد ما نعطيش ما نسميش بسمي ما نحبش نسمي عباد ما نحبش نسمي لكن نحكي لك يعني ومره واثنين وما صارتش يعني والحكايه صارت مش من لاعب برشا فما لاعبين صارت معاهم الحكايه هذه يا خويا شنو هي الوجه المقارنه بيني انا وياه؟ اعطيني قارن لي شنو هو المقارنه تحب تقارن انت نسمع فيهم انا برشا عباد حتى كي بداوا يحلوا ودرا شنو هو فلان عمل كيما زعيم عمل شنو عملت؟ الدراجي وش عليه شنو انا شنو اللي عملت؟ وام بن محمد لا حول ولا والبدري رجعوا ولا ما رجعوش رجعوا ولا ما رجعوش أه؟ رجعوا انت علاش ما رجعتش اعتذروا انت علاش ما رجعتش اعتذروا ما اعتذروش خرجوا انا اخويا كان صدرت مني اي حاجه نعتذر لجمهور الترجي علاش ما رجعتش ما رجعتش كيما رجعوهم رغم اني نعرف في وقت من الاوقات كان فما اتصالات معناها مكتوب كان نبيل معلول يحب على كمال زعيم وقتها يرجع كمال زعيم وقت العقد بتاعه موجود كان حاضر العقد نتاعي عقدي موجود دونك سؤالي في محله علاش ما رجعتش مكتوب اي جاوبني موش اجابه مكتوب متفاهمين كل شيء بالمكتوب مكتوب العقد نتاعي كان موجود وكان حاضر وكل شيء موجود بعد نهارين كنت تدخل نرجع ندخل التمارين ما عندي حتى مشكل يا اخي شنو صار؟ لا والله ما عنديش الكواليس الداخل شنو قلت قبل فما ملاعبي وقف لي فيها لا مش ملاعبي زوز ملاعبي زوز ملاعبي زوز ملاعبي اللي هم نجف سميه ايش عملوا على الاقل؟ زوز ملاعبية يعني لا شنو صارت وقتها مشكلة صارت مع واحد لكن كيما قلت لك راهو شوف حتى حد ولا واحد يجم يعني ينحي لي انتماء نتاعي للفريق نتاعي الترجي ولا بالعكس انا موجود في متفاهمين فيا موجود في تاريخ الترجي ما عنديش معطيات ما نحبش نتكلم فيه الموضوع هذا تعديته فيه المهم نحب هنا نلبس في الحقائق التاريخيه انت هاي الموضوع اسال المدرب سي نبيل معلول يحكي لك شنو هي مشكلتك مع اسامه دراج؟ ما عندي حتى مشكله مع حتى حد علاش وسام الدراج يوقف لك باش ما ترجعش لدراج؟ انا ما عندي مشكله مع حتى حد قاعد ندور لك بالبلايص الكل نحبك تجاوبني ما عندي مشكله انا ايش نقول لك ما عندي مشكله مع حتى حد وسام الدراج ولد صغير طلع معانا باهي شنو هو مشكلته مع كمال زعيم؟ ولد صغير هو طلع معانا ولد صغير عاوناه باش يوقف على ساقيه عاونته انت عاونته بيان سور وقف على انا ومعين وحمدي كسراوي والناس كل اللي موجودين الكبار وقت الموجودين عاوناه باش يقف على ساقيه يعني ما كانش ينجم يعني كما جيناش نحن موجودين ما كانش ينجم يعمل بتاتر يفرض روحه في الفريق ونقفوا معاه ما عندي حتى مشكلة هو عنده مشكلة معاك اللي عنده مشكلة معايا يتفضل مرحبا أنا ما عندي حتى مشكل مع حتى حد هو وقف لك بس ما ترجعش للترجي الله أعلم أنا عندي أنا شوف إيش أقول لك حاجة أنا ما نحبش نتكلم في الموضوع هذا على خاطر شيء بالرسمي يعني حاجات ما نجمش نقولهم وعافيني باش نحكي متكتم في كل شيء تو باهي قبيلك على سليم شيبوب قلت لي ما نحبش نقول كويزين انت حتى هذه تهمك انت ما تهمني انا لكن زاد كيف اسم فريقي موجود واسم النادي اللي تربيت فيه موجود وما نجمش فما اشياء ما نجمش نحتفظ كان يحكم اسم الدرجي وقتها في الدرجي يحكم فيش؟ في الدرجي فما يعني شو يحكم في الدرجي؟ فما حكم بس ما رجعتش
لا اعلم. انت قلت لا، انت قلت، انت لمحت قبل في تصريحات قبل قلت اللي هو قلت ملاعبي خرج و انا قلت لك فما جزء انا قلت انا مش ملاعبي، قلت لك فما اكثر من ملاعبي. لا قلت فما اكثر من ملاعبي. لا انا في اخر خبر اونلاين قلت فما ملاعبي خرج ورجع وخرج ورجع وما خلانيش نرجع. يا رسول الله فما اجى نقول لك حاجه بالحق والله بالحق، فما كلمه ما فما حتى وجه مقارنه بيني انا ومن الملاعبيه اللي جات بعدي انا وخرجت. ما تجمش تقارن، واللي يحب يقارن يا خويا نعملو شي حاجه. ها انا على ذمتك في اي وقت العباد اللي تحب تقارن واللي تحب زعما هي عندها المعطيات الكل وعندها الاسرار الكل وعندها الملفات الكل ولا عندها درش عندها موجود على ذمتك. واللي يحب يقارن مرحبا. نبيل معلوم ما كانش عنده موقف وقتها، ما فرش كي حب عليك ترجع ما قالش لا. تكلمني وقتها سي نبيل معلول وطلبني يعني باش نكون موجود معاه وعقدي موجود وكل شيء موجود في فوق الطاوله ما عندش فهم موجود. باقي الملاعب اللي عرفناهش كل الملاعب الثانيه قربنا على الاقل. لا لا يوسف المساكني ينجم يكون. لا لا مش مساكني مش يوسف. لا اما ليك ها موضوع هذا يدخل التاريخ بالنسبه لي انا، لكن مالوغوزمون انا شو نقول انا يعني ما حبيتهاش تجي على خاطر شوف على خاطر الكره تجم توفى والكره من بعد ما تربح منها كان العلاقات راه مش بال نقول فيه كلام هكاك راه بالحق. نهار اخر يعني كي تقابل ملاعب قديم ولا نهار اخر كي تشوف ملاعب قديم في الشارع تلقى انت وياه ما نحبش انا كي نشوف واحد انسان ندور وجهي ما نحبش نكلمه. ماذا بيا كي نشوف ملاعب قديم صار هذا شفته سما دراجي دورت وجهك كي نشوف ملاعب قديم ماذا بيا نسلم عليه ونسال على حواله ونسال على يعني اش عامل يعني نفرح كي راه ما نحبش ما نحبش نوصل المرحله اللي راه واحد نقول يا ليتني مريته. اي صار ما صارش يعني قابلته سما دراجي جاوبتك اكثر شيء من شويه بعدا باهي نحكيو على تجربه بارتيزان بلغراد شويه. قلت قبل صار لك حاجات نتاع راسيزم غادي شنو مثلا كان يصير في وقتها كمان؟ يمكن انا وقت اللي مشيت صغير بارتيزان بلغراد فريق كبير جمعيه كبيره اكيد وجمهور كبير جمهور كبير وجمعيه كبيره صدق يعني نجم نوريك حتى لتوا ليزارتيكل يعني مش ليزارتيكل عندي شهر تالي عملت يعني حوار في في في, في جريده الكترونيه في في صربيا التو يتفكروك معناها يعني التو نجم نوريهم لك حتى من بعد دونك مع فريق كبير مشيت غادي مي بون سنة با مارشي مشيت مصاب عملت بيبالجي عملت اوبيراسيون بعدت على الكره ما جمتش نرجع كيف ما يلزم وبرشا اشياء اخرى ممكن نحن كنا ملاعبية تونس في تونس مدلين باراكور يعني كنا نمشيو نطلعوا لاوروب ولا نمشيو في فرق اخرى مش كيف كيف يا تخدم وتشد ثنية وتكبس روحك شنو صارلك؟ دونك وقتها انا ما الحاجات نتاع العيشة صعيبة غاديك العيشة صعيبة غاديك برشا كيفاه صعيبة عليك؟ يعني وقت لقيت العيشة صعيبة برشا ولقيتش يعني مش اللغة تأقلم لا اللغة صعيبة مش كيما كنت لهنا في 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 تونس الناس الكل فرحة لاهية بيك هكا فرحانين دونك كيما قلت لك صغر تنجم تعديها على الصغر صاروا لك حاجات ملموسه نتاع راسيزم كمال صاروا اشياء صارت اشياء ما تقوليش ما نحبش نقول يعني صارت اشياء ممكن لا نعطيك معلومه هاي سيدي خرجت في الاحد الرياضي اي وقت تلعب معاهم تفكر نلعب معاهم اي وقت تلعب معاهم طيب هم شو يسمعوا فيك خرجت في الاحد الرياضي يا سيدي روحت لصربيا هنا قاعد وجابوا لي جابوا له الفيديو مترجم مترجم ولاد الحلال ولاد الحلال ترجموه وبعثوه بتاتر بترجموه من تونس ترجموه وبعثوه قالوا لي هكا 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 قلت شبيك يا معلم يعني ما يعني ما مخك يقف راه تجربة انبي بطولة مصر ايضا قلت البدري ما يحبش التوانسة يعني قلت البدري ما يحبش التوانس هو سبب وسام البدري والبدري ما يحبش التوانس ها هو مثلا وعنده عقده من الملاعبيه اللي لعبت في الاسبيرونس راني نقولها ها هو نجح مع علي معلول علي معلول لعب في الترجي قلت لك التوانس عنده عقده من الملاعبيه اللي لعبت في الترجي علي وسام حسام البدري لعب ضده هنا في شو اسمه وقت اليوم ماسك الاهلي وقت اللي نلعب في الترجي وعنده عقده من الملاعبيه اللي تلعب في الاسبيرونس برشا ولات الحكايه هذيا والله بالحق والله حتى في تونس وخارج تونس اللي عنده برشا كي حتى في تونس موجوده موجود سالوا لك حاجات من النوع هذا
انا كي مشيت لمصر سلام، انا كي مشيت لمصر يعني صدقني اموري مريقله، ما عندي حتى مشكل. جاي حسام البدري ها قال لك انا خويا عندي لي زيترونجي نتاعي نحب نجيبهم. لي زيترونجي موجودين في النادي؟ لا انا ما حاشيش بها، نحب نجيب لي زيترونجي نتاعي، عندي ملاعبيتي نحب نجيبهم. واضح. دونك هو كحسام بدري اسم كبير في مصر وجاي راني في ام بي دونك وفقول، لكن ديما علاقتي ممتازه معاهم. كيف عرفت ما يحبش ملاعبيه توينس؟ صاروا كما حاجات ما يحبش بخلاف انه باش يبدل الاجانب نتاع الفريق، صاروا حاجات بينك وبينه؟ لا 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 مش ما صاروش حاجات بيني وبينه، انا جيت مره نهار قلت له كابتن يعني شنو هي الامور يعني سمعت جاني راه مسؤول قال لي راه مدرب حاجته بيه. قال يخدم على روحك ما فما حد شيء وباش تقعد معايا راك موجود و بعد جمعتين جاني قالوا لي راهو الاجانب باش نغيروا الاجانب. دونك ما حد دونك هاك علاش علاقتي لتوا راهو في مصر ممتازه وعلاقتي لتوا في انبي ممتازه وفي اليوم السابع وفي اي بلاصه ونمشي لمصر ويعني وتكرمت اخر مره وقت اللي طلعت لمصر دونك ما عنديش بالعكس نخرج راسي مرفوع عندي ثقه في روحي عندي من الامكانيات اللي نجم ما ندمتش كمان بدلت لوان السي اس اس تراجع بالسي اس اس ما ندمتش اي لا لا بالعكس يا سي اس اس جمعيه كبيره وفريق كبير يمكن عديد لكن انت ولد الترجي اي ولد الترجي لكن اي شنو كره هذه فماش يعني ولد سبيرونس صحيح لكن مشيت لعبت في السي اس اس حتى في صفاقس راهو حبوني برشا ما عندكش فكره حبوني برشا ويقدروني برشا وعطوني قيمتي يعني بالحق عديت عام ونص في صفاقس من احسن ما يكون صحيح عديت عام ونص في صفاقس ممكن من احسن مباريات عديتهم في صفاقس زاد دونك بالعكس فرحان برشا بالتجربه نتاعي في صفاقس في السي ا بي 2012 شنو كانت مشكلتك مع محمود الوردياني؟ والله ما عندي حتى والله العظيم صدقني ديما عندي مشاكل كان مع التونس اي ولا واحد اجنبي عندي معاه مشكله بخلاف حسام بدر لا ذاك فيه ولا واحد اجنبي في تونس جاي يدرب في تونس عندي معاه مشكله عندي مشكله كان ما سبحان الله علاش محمود الوردياني ما حبش كمان الزعيم يكمل في السي ا بي؟ يمكن اختيارات هو حب يغير فريق وقت خرجت انا خرج شكل البرقاوي فقط اختيارات فنيه معناها اختيارات فنيه بالله ما عرفتش كيف تقولوا لي اختيارات فنيه نسال فيك يعني اختيارات فنيه وقت اللي انا ما تعطينيش سبب وقت اللي انا اسمعني وقت اللي انا في بنزرت عمري 32 سنه اخي عمري 40 سنه اختيارات فنيه انا في بنزرت 2013 كانت ناجحه التجربه في المنتخب راني اي نعرف يعني شنو اختيارات فنيه بتاع شنو ما حبيتش تقول شنو شنو ليه جاني مدرب نتاع نادي رياضي بنزرتي صربي هذا في بداية الموسم بعد ما كملنا خرجنا من كوب دافريك ما ترشحناش جاء المدرب قال لي يعني قررت باش نهزك معايا ستاج في عند راه شنو قررت يعني انا ما كنتش ماشي يعني في البريباراسيون ما كنتش موجود في المجموعة قالوا له ما تهزوش يعني ما يوصل مدرب باش يقول لك راني شو معناها يعني باش تفهم انت الحكاية مش من فراغ مدرب يجي يقول لك والله قررت اني باش نهزك ما انا شو ما قررت بينك وبينه محمود ما عندي ما بيني وبينه حتى شيء انا اللي جابني مهدي بن غربي اللي بنزرت ماهر كنزاري مدرب ما عندي بينه وبينه حتى شيء نخدم على روحي في بنزرت عطيت كل ما عندي في بنزرت لعبت سي ابي بعد 27 سنه هزت كوب واسمي مكتوب في التاريخ نتاع النادي كاس رابطه وقتها كاس تونس انا كاس رابطه كاس تونس موجود في التاريخ نتاع نادي رياضي بنزرتي واسمي مكتوب في نادي رياضي بنزرتي في التاريخ نتاع ملاعبيه اللي هزت القاب في سي ا بي من بعد تلقى روحك انت بعد عامين راهو سي انكرويابل راهو تلقى روحك بعد عامين يجيك مدرب يقول لك والله يعني قررت باش نهزك معايا بريباراسيون باش تحضر معايا بريباراسيون باش نشوفك شنو تشوفني يعني عباره باش ندخل انت يعني من الاول جديد تستي من جديد ايه. تستي من الاول جديد علاقتك بالمنتخب كمان ماهيش كبيره بنفس الشكل علاقتي صحيح من المنتخب شان 2011 توا في قلبك والله خاطر ممكن التغيير يعني كان يعني الواحد علاقته بالمنتخب تنجم تكون بدايتها مش باهيه لكن فما وقت من الاوقات تحس روحك اللي انت في الوقت هذاك تنجم تغير الصوره نتاعك في المنتخب فهمتني وقت انا في صفاقس مالوريزمون ما كانتش على ما هزك السيمي ما عنديش حتى ما كنت متالق وقتها مع السي اس اس ما عنديش حتى فكره وصدقني ما عندي حتى
حاولت نلوج، حاولت نلقى اسباب، حاولت لا لا ما حكيتش معاه، حاولت نشوف اسباب علاش. حتى المسؤولين يجوني، المسؤولين تاع السي اس اس يعرفوني وقت بحق يعني. ما بوست نتاعك معبيك انت؟ مش بوست نتاعي، لا 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 مش بوست، ما عرفش. فما اسباب، فما اسباب اكسترا سبورتيف وقت اللي انا ما كنتش تعرفهم انت؟ ما كنتش، لا لا والله لا، يعني اكسترا سبورتيف بارابور بتيتر على خاطر مع مسؤولين اخرين. مع شكون كان عندك مشكله مع المسؤولين؟ ما حبيت تعطيني شيء اليوم، تعطيني اعطيني حاجه. مع شكون كان عندك مشكله ما خاطرك تمشي للشات؟ والله لا نعرف. ها قلت اكسترا سبورتيف، اكسترا سبورتيف ممكن هو يشوف فيها اكسترا سبورتيف، خاطر باش تقول لي سير لو بلون سبورتيف وسير لو بلون يعني فوتباليستيك روندمون وكامكانيات وشنو بلاصتي موجوده، ما تقوليش ما تنجمش تحكي لي حتى حكايه اخرى. علاش؟ نحن في تونس نعرفوا علاش. علاش؟ نحن في تونس كمان عيطولكش ولا ما كنكلموكش ولا ما نجي ما نستدعاوكش، نعرفوا علاش. راه عنا بونتو بيك ولا عنا بونتو مش بيك انت بعرفك ولا بصاحبك. سامي طرابلسي كان عنده صاحب. بونتو بعرفك. بوتيتر بوتيتر وقت سامي طرابلسي ما كانت عنده مشاكل مع مسؤولين في صفاقس بوتيتر. غير السبب مش بوتيتر. فما عباد وصلوا له كلام من طرفي انا بوتيتر، فما دونك برشا اشياء. خاطر انا فنيا ولا واحد وقت في الوقت هذاك كنت نجم نعاون المنتخب، وكنت نجم بلاصتي موجوده في المنتخب. الدليل 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 اللي انا في 2013 رجعت للمنتخب من مع معلوم في الشان ما فوالا ماتش المغرب فوالا. كملت بكري عليه، كملت بكري 2014 كملت 2014 كملت بكري على خاطر الكرة تبدلت بعد الثورة، ما عادش الكرة اللي تربينا عليها وكبرنا عليها. دونك لقيت روحي لعبت في الاسبيرونس هزيت القاب، لعبت في سي اس اس كيف كيف، لعبت في بنزرت كيف كيف. دونك باش نمشي نلعب في جمعية أخرى، باش نمشي تجربة جديدة أخرى. ما الحق كان فما عروض وكان فما ناس تتكلم فيا ويجا وبرشا اتصالات، لكن انا خيرت الانسحاب وخيرت يعني نرتاح. خرجت عمري 31 32 سنه كملت يعني، ما حبيتش نخوض تجربه اخرى جديده على خاطر في تونس مالوريزمون كثر يكثر برشا القيل والقال، ويكثر برشا بين قوسين تطيح القدر، ويكثر برشا كلام، ويكثر برشا يعني شيء. الاخلاق تبدلت نتاع المتفرج، الاخلاق تبدلت نتاع الناس في الشارع، الاخلاق تبدلت. ما عادش يغزروا لك شنو عملت شنو ما عملتش، ولاو اشياء ما كنتش نقبلها انا. مشيت للتدريب، خدمت مع جميل قاسم، مع الوحده حققت صعود، ثم الخليج السعودي ايضا. صحيح. خدمت كمدرب اول في الكوكب السعودي ايضا، مساعد سفيان الحجوسي في السي بي. ما عادش عندي برشا وقت، حنحكي على التجربه الاخيره نعتبرها الاهم، تجربه اتحاد بن قردين. موسم كنا نحكي عليه شويه قبليك، اش قال لك كمان في الاتهامات دي ما ترافق اتحاد بن قردين؟ طبيعي جدا تبدا تلقى فريق ناجح، تلقى فريق يقدم في نتائج ايجابيه، وتلقى فريق في المركز الثالث، عادي جدا يعني باش تلقى كلام عليه، ولا عادي جدا باش تلقى ناس تحب تعمل له مشاكل. لكن حاجه باهيه في الاتحاد بن قردين اللي المسؤولين نتاعهم ما يطيحوش في القيل والقال والكلام ورد الفعل. لا بالعكس، عباد رزان، عباد تعرف شنو قاعده تعمل، عباد تعرف شنو قاعده تخدم. شفنا فيديو من عبد السلام السعداني قال جبت انا الماتش بن قردين بفضل علاقاتي مع المسؤولين نتاع بن قردين. مش كان ماتش حكى على ثلاث ماتشات من بينهم ماتش بن قردين بدون تعليق. شنو سبب الهزيمه ماتش مقابل السي بي؟ ما عنديش حق السي بي تربح بن قردين. اسال فيك انا جاوبتك انا، ما عنديش حق. سي بي وقتها كانت عندها اونفي اكثر في المباراه هذيك، وكان ملعبيتها حشدهم بالماتش، حشدهم بالماتش يعني تحس حتى فوق الميدان الملاعبيه. حتى انتم حاشكم بالماتش، عندكم كاف رهان كنت نجم تحصل رهان مش كيما ربحت سليمان. صحيح صحيح، فما كان فما رهان بين زوز فرق، كان فما رهان بين زوز فرق، لكن فما فرق بين رهان ما بين مركز الثالث ومركز الرابع، وفما فرق ما بين رهان فريق يمشي ينزل درجه ثانيه. دونك لقينا ملاعبيه تاع بنزرت اكثر موتيفي في المباراه، وقدموا مباراه كبيره ويستحقوا الانتصار نتاعهم. ما حبيت جاوبني حتى شيء، حصه كامله تقريبا كامل جاوبني على هذيك. قل لي ماتش سليمان بن قردين وسليمان، شنو صار في الميتون بعد البينالتي نتاع سيف الدين الجربي؟ شنو صار؟ اسال فيك انت، كان عندك معلومه قول لي. عندي انا معلومه، حتى كنت تقولها. شنو اللي صار؟ شنو كيفاش شنو صار؟ نسال فيك انت شنو صار؟ كان عندك معلومه؟ ما تحب عندي انا معلومه، كنت تحب تحكي انت سينو مش لازم. ليه كان عندك معلومه؟ انا ما عندي حتى معلومه بالنسبه لي. صاروا بعض المشاكل مع بعض الملاعبيه وقتها. انا مش في الميتون شنو صار؟ ما صار حتى شيء، دخلت على عادي.
دخلت البستير نتاعي عادي، تكلمت معهم لعبيتي، خرجت انتهى. لا فطرت حاجه ما تحبش تحكيها؟ ليه ليه مش مصارحة شيء، انا مسؤول الاولاني، انا المسؤول الفني الاولاني في الفريق هذيك. شنو الاشياء اللي صارت؟ تنجم تصير حاجات هكا صغيره ولا حاجه، لكن ماشي شنو مصارحة شنو ريان دو غراف، فما حد شيء. مش خلينا كملنا ودخلنا ديزيميتون وعدينا مقابله كبيره، ما حد شيء. باهي كمان لازم نشوفوا نهار نشوفوك مدرب الكلوب والليتوال. انا مدرب محترف، تنجم تشوفني في اي فريق. دونك المدرب هذا اللي يخصص روحه يعني في الفريق الفلاني، ولا يعمل برنامج، ولا يعمل شو يقول مريني كان الفريق هذا ولا الفريق هذا، يعني مش مدرب بالنسبه لي. اي فريق نجم يكون مدرب نتاعو. اخر سؤال، سمعت اكيد تصريح ايمن عبد النور عمل بوليميك البريود الاخرى، قال نشجع الاهلي في الترجي، شنو رايك؟ هل عادي من العادي معناها انت مثلا اش فما شكون يقول لك عادي موجود في العالم الكل، انت مكشخ ما تحبش تولد تربح البرا، هو السياح اللي ما يحبش الاسبيرونس تربح البرا، انت شنو رايك؟ لازمك تفهم وراه كي قال الكلام هذاك. اش معناه؟ لازمك تفهمه شنو مسكين عاش سنوات اللي كان موجود فيها هو في تونس، كانت امنيته الوحيده يفوز على الترجي. تعرف هك الجمله يقول لك ما تجادلش الاحمق. هكيك انا من عند ما عندي حتى ريبونس. تشجع الايطوال برا انت؟ بالطبيعه اي فريق تونسي يلعب ضد اي فريق برا نشجع الفرق التونسيه. اخي نحن توانسه يا اخي، معقول تشجع فريق اجنبي على فريق تونسي؟ شو يعني شوف وين وصلنا. الكره والبغض. كمال. لا 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 هو في العالم الكل موجود. موجود. اللي يحب الريال ما يحبش برشلونه تربح. يا رسول الله، تونس فريق تونسي يلعب دومي فينال تشامبيونز ليج. فريق اسباني يلعب. يلعب دومي فينال تشامبيونز ليج، تقول لي نشجع الفريق المصري على الفريق التونسي؟ باش تعرف انت نحن وين وصلنا، المونتاليتي نتاعنا. بعديك انا باش نلوم ملاعبي ولا كان موجود في المنتخب، بعديك ما نلومش انا الانسان اللي يخرج في بعض مباراه يكسر ويضرب وتولي جهويات، بالطبيعه ما لهمش. هذا واحد من النخبه اللي يعتبر بين قوسين نخبه. يقول الكلام هذا مش معقول، عيب عيب. 2021 باقي نحكي لا نحب فريق الاخر، ما نحبش اسبيرونس. يا اخوي اسبيرونس اكد لك باش تربح ماتش الاهلي ان شاء الله، باش تربح ماتش الاهلي ان شاء الله، على خاطر تربينا على ثقافه الانتصارات. اسبيرونس تحب ماتشات الكبار هذا، تحب ماتشات الكبار. اي مالوريزمون برشا عباد ما يعرفوش الكلمه هذيك. باهي نبدلوا شويه الجو، عندنا دو ريبريك باش نكملوا بهم الحصه نتاعنا. البدايه ريبريك الاولى في الحصه نتاعنا اللي هي لوكويز، مجموعه من الاسئله كمال جاوبنا ما غير متخمم برشا. لوكويز لوكويز في كلمه، شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ احسن لاعب تونسي؟ اليوم برشا ملاعبية هما، والله بالحق برشا ملاعبية، لكن السنوات الأخيرة هذيا يوسف المساكن. أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ طارق ذياب. شكون متوسط مدى اللي يعجبك اليوم في تونس؟ عتشوف فيه كمال نفس البروفيل عندك أنت وياه؟ فما غيلان الشعلالي هو بتاتر ينجم يكون من الملاعبية القراب. أحسن تعتبره متوسط ميدان في تاريخ تونس؟ نبيل معلو. ملاعبي خدام برشا؟ علي بومنيجل. ملاعبي كركار بالعكس؟ كركار بتاتر بشير المقعدي. بتاتر بشير المقعدي. باش كنت اعتبر احسن متوسط ميدان في العالم؟ في العالم زيدان. في العالم كيف كيف، شكون احسن لاعب في العالم؟ مارادونا. احسن مدرب تونسي؟ لا برشا مدربين، فما برشا مدربين يعني حق، فما سي يوسف الزواوي، سي فوزي بنزرتي، سي نبيل معلول، فما العديد من المدربين الممتازين في تونس. اذا احسن مدرب معناش تكون احسن مدرب، عندنا مدربين عندهم الكفاءه وعندهم من الخبره اللي بالحق راهو قادرين ديما فما الاحسن. ليه ليه فماش احسن ولا ليه الاحسن، تعرف يعني ما بين احسن مدرب واحسن مدرب راهو بالالقاب راهو بالتتويجات، لكن كمدربين وكاسماء عندنا من الاسماء كبيره في تونس راهو. احسن مدرب دربت عنده انت؟ برشا مدربين. مدرب عنده فضل عليك؟ كلهم عندهم فضل علي. مصعبك. احسن مدرب في العالم؟ احسن مدرب في العالم غوارديولا. هذه جاوبت عليها معناها، مش الكل هم مدربين باهين. غوارديولا هذه جاوبت عليها. مش مدرب في تونس. باه
اقرب لاعب ليك شكون كان؟ اي وقت فما حمدي كسراوي كان قريب، اسكندر صويح كان قريب، ما عادش اليوم حق كل واحد ولا يعني بعد في مشاغل ولا صح. باهي في الكلاسيكو بين الكلوب ويتوال شكون تشجع؟ اللي يلعب خير يربح، ما يهمكش اللي يلعب خير يربح بالنسبة لي. أحسن بونتو سجلته أنا؟ أحسن بونتو سجلته تنجم تقول خاطر بحكم القيمة نتاعو وقتها، بحكم الحدث وقتها هو نهائي كأس تونس نادي الفريق. بونتو مزيان، بونتو مزيان ضد ضد لا إله الله محمد رسول الله مع المنتخب وقت ربحنا أربعة، سجل زوز أهداف، واحد بالراس واحد تزيدها من البعيد، غالي السودان وقت لعبنا ضدها. هدف تمنيت لو كان انت سجلته؟ هدف تمنيت كان اللي تمنيت نسجل ضدهم، كل سجل ضدهم. اكبر سعادة خذيتها؟ عادي ما عاديش سيت ستة ملايين في تونس؟ في تونس اي في تونس في بارتيزون بلغراد و فواديس يمكن. اقل سعادة خذيتها؟ اقل سالير خديتها 180 دينار. كانت هذه لوكويس. باهي نكملوا مع البريك الاخرى كمال. ليكيب تيب. ليكيب تيب. مجموعة باش تختار لنا كمال تشكيلة تاريخية للترجي، باش تحط انت روحك في الوسط وتعمل معك 10 دايرين بيك. اي. شكون نبداو في الكاش؟ جون جاك تيزي. على اليمين. على اليمين. طارق ثابت. على اليسار كليتو. في الاكس بدرة والجعايدي. انت وشكون معاك في الوسط؟ انا وجوهر المناري واسكندر سويح قدامنا. باهي قدام بثلاثة باش نلعبوا؟ بثلاثة. على اليمين. على اليمين مراد المالكي. على اليسار. على اليسار شكون على اليسار؟ باهي حط لي قلب الهجوم حتى نرجعوا على اليسار. مايكل على اليسار. برشا ملاعبيه على اليسار ولا برشا 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 برشا. نجم نقول لك تنجم ينجم يكون عصام جمعه بتيت. طيب قلت لي احسن تريعة في تاريخ تونس طارق ثياب ما حطيتوش في التشكيله التاريخيه. طارق انا لعب معايا ما لعبش معايا طارق تلعب في التاريخ نحكي في تاريخ انا قلت لي انت احسن لاعب في تاريخ الترجي. لا اي قلت لك احسن لاعبيه تو في تاريخ الترجي. ما قلتليش احسن تو دورتها. كانت هذه ليكيب تيم. ليكيب تيم. يعطيك الصحة شكرا لك كمال. وين الوجهة تو؟ والله تو في تونس ان شاء الله يعني فما اتصالات الحق يعني في ممكن الوجهة تكون اقرب للمملكة العربية السعودية. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله في تجربتك التدريبية القادمة. شكرا لك كمال زعيم. هكا نكملوا زون ميكس اليوم. شكرا منال سيسي في الاخراج، ايضا ادم المدبج من التحيات.